عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. يقول أهل العلم في شرح هذه الأحاديث: إن الحكم بالصوم والفطر معلق برؤية الهلال، فلا يصام إلا بالرؤية، ولا يفطر إلا بالرؤية، ولو بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات، فإنه يعتبر ذلك رؤية بالعين المشاهدة. ويقول شيخ الإسلام: وانتبه لهذه الفائدة، انتبه لهذه المسألة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، لأننا سنرى وسترون من سيرسل في التواصل أو في الجوالات أو في الجرائد أو في غيرها. يقول: لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم. ويقول: والمعتمد على الحساب والفلك دون الرؤية ضال في الشريعة، مبتدع في الدين، مخطئ في العقل. ولله الحمد أننا في هذه البلاد المعتمد عندنا في بلادنا الرؤية وليس الحساب. وليعلم أيضا، وهذه مسألة مهمة، أن كل بلد في الشرق أو في الغرب، وكل قطر له رؤية، كما دل على ذلك العقل والنقل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، والحديث ضعيف، فإن في سنده سماك بن حرب وهو مضطرب الحديث، والحديث مرسل. يستفاد من هذا الحديث كما يقول أهل العلم أن نصاب الشهادة في دخول شهر رمضان أن يكفي فيه شاهد واحد ولو أنثى، لأنه من باب الرواية، ولا بد من إسلام الشاهد وعدالته. وكذلك استحباب تراء الهلال، يستحب أن الناس يتراءون الهلال لما يترتب على رؤيته من أحكام الشعائر المهمة.